دلوقتي جه معدنا مع أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة، خلونا نشوفها مع بعض في سياق التقرير اللي جاي. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فهتنظم مكتبة الإسكندرية من خلال متحف الآثار ورشة عمل عن معبد الرأس السوداء ضمن أنشطة المتدربين بعنوان من إيزادور إلى إيزيس. الورشة بتتضمن عرض باستخدام تقنية الالتقاط الحي للحركة، وهتكون الساعة 1 الظهر بقاعة الوفود بمكتبة الإسكندرية. النهاردة هتفتتح الدورة الثالثة من صالون النحت الساعة 5 مساءً بقصر الفنون بساحة دار الأوبرا المصرية. النهاردة أيضاً هتختتم في 6 مساءً فعاليات الدورة 6 من مسابقة الصوت الذهبي بمسرح الجمهورية، واللي بينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية. مسابقة الصوت الذهبي أعلن عنها خلال شهر أكتوبر الماضي للشباب من سن 18 حتى 38 سنة، وتقدم ليها 118 متسابق من 14 محافظة، منها شمال سيناء، قنا، المنوفية، الإسكندرية، البحيرة، الأقصر، الأليوبية، الجيزة والقاهرة. النهاردة هتفتح النيابة الإدارية باب التقديم للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2022، وحددت الهيئة موعد التسجيل من خلال موقعها الإلكتروني حتى 5 من شهر مارس المقبل.